عندما نقوم أحبابي في الله يوم القيامة، منهم من يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ومنهم من يقوم آمنا مطمئنا تستقبله الملائكة وتقول لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الكافر إذا قام من قبره يقول قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد أهل الإيمان هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.